ألهب رئيس التحالف الوطني الجمهوري في تجمعه السياسي بقسنطين عددا من الأحزاب السياسية، وصفا إياها بالمنافقة، لا سيما التي ترغب في تغليط الشعب الجزائري بترهات لا بوعود قابلة للتجسيد. بعض التيارات ما زالت حابة تغلطنا في 2017 ويجي يقول لك الإسلام هو الحل، أعطيني برامج اقتصادية، أعطيني بدائل، الإسلام هو دين الدولة ودين جميع الجزائريين. بركاونا من النفاق السياسي أيها المنافقون. والله يا إخواني يا أخواتي، والله يا إخواني وتعرفوهم، وكاين منهم في قسنطينة، هذا الناس اللي تغطوا بالإسلام، والله دعاوي الشر اللي يديروها ما يديرهاش الشيطان وبيرسون. وعن التزوير الذي يشوب الانتخابات أكد ساحلي بأنه وإن وجد فالرهان تضمنه ضمانات رئيس الجمهورية في قانون الانتخابات الجديدة. نعم احنا واقعيين ما نكذبوش، برلمان تاعنا يقدر يكون فيه نسبة تاع تزوير، ما نراش في لاسويس، ولكن الضمانات اللي قدمتها السلطة، ضمانات اللي قدمها رئيس الجمهورية، ضمانات سياسية، ضمانات قانونية، قانون الانتخاب الجديد والهيئة العليا المستقلة الجديدة، ضمانات الحزبية من 70 حزب سياسي 64 راهم كامل داخلين في المعترك الانتخابي. هذه الضمانات تسمح لنا باش نقولوا بلي الانتخابات تاع 2017 راح تكون أفضل من سابقاتها. ليكون يوم الحسم الوحيد القادر على كشف عن هوية المعتمدين من طرف الشعب الجزائري.